اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشي. ازيك يا عبده؟ الحمد لله. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. تمام. طبعا بقى يا شيما، النهارده احنا معانا موضوع مهم جدا اللي هو موضوع علاقه الاباء بالابناء، مش الزوج بالزوجه. زي ما انتم شايفين طبعا شيما قاعد على كرسي وانا قاعد على كنبه النهارده، والدنيا كويسه قوي. والعلاقه ما بين الزوج والزوجه هنسيبها دلوقتي، احنا ما بين الايه؟ الاباء بالابناء. بس خلينا يا عبده كده، بما اننا النهارده في البيت كده، معايا ضيف النهارده منورنا ويعمل لنا اكل تحفه. معانا شيف ابو المجد مصطفى. ابو المجد مصطفى الشهير بشيف جوده. اهلا بك. اهلا بك يا شيف. طب هو ازاي ابو المجد مصطفى وازاي الشيف جوده؟ هو الدلع الشيف جوده. الدلع. ماشي يا شيف جوده. انت شعرت بالشيف جوده. الشهره الشيف جوده. الشيف ابو المجد مصطفى، النهارده انت منورنا منين؟ الله يخليك، والله من طنطا، من الرمليه مركز طنطا. من طنطا مركز. من الرمليه مركز طنطا. مركز طنطا. اهلا بك يا شيف. نبدا خلينا نخش على طول علشان ايه، نشوف بقى الوصفات اللي هتعملها معانا. بس قبل ما نبدا، علاقتك ايه بوالدك والدتك يا شيف؟ طبعا من اجمل العلاقه، الحمد لله تمام. والدي الله يرحمه توفى. الله يرحمه. الله يرحمه. والدتي عايشه معايا الحمد لله، ربنا يدي لها الصحه ويطول في عمرها. العلاقه الحمد لله علاقه كويسه. يعني يا رب دايما يا شيف. طبعا على فكره انا ايه، انا هجي لك يلا مطبخ بقى. ايوه عايزين بقى نشوف النهارده الشيف اول وصفه هيعملها لنا ايه. هي النهارده ان شاء الله هنعمل كوردون بلو. كوردون بلو. بلو مع بين نوايه. فاكر يا عبد الكوردون بلو؟ تفاصيلنا بحركاتنا. بعملها لك اظن بقى دي اكتر حاجه انا ذكرتها يعني في هنا في البيت. ان انا بعمل دايما كوردون بلو. هقول للناس كلها عشان تبقى عارفه يا شيف، شيما جت هنا في مره في البيت عندنا هنا وعملت هي كوردون بلو بنفسها. طبعا كان يعني ولا اروع كوردون بلو. كان طبعا. الحمد لله الحمد لله ربنا نصفها على الهواء. لا بس مش هيجي زي بس طبعا عمره ما هيكون زي الكوردون بلو بتاع الشيف جوده. اكيد في تكات بقى وفي حاجات لازم ايه تبقي عارفاها يا شيما. فقول لنا هنبدا بكوردون بلو والمكونات بتاعته. كوردون بلو عباره عن صدر فراخ 120 جرام، صدر عادي تمام، وممكن نشتغله عادي ستريبسات مفيش اي مشاكل تمام. بياخد سموك بيف وسموك تورك. انا مديله النوعين، هو هينفع نوع واحد بس انا مديله تكه من عندي يعني كده، اللي هو السموك بيف وسموك تورك. بياخد شيدر جبنه امريكان شيدر سلايز، سلايز فوق وسلايز تحت. في النص جبنه موتزاريلا. شيف هو ده الصدر كامل ولا 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 الصدر؟ الصدر كامل ولا 120 جرام عادي؟ اوكي يعني صدر كامل يعني. اللي هو زي ده كده نص 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 واحد و ممكن فلايه اللي هي الاستريبس بتاع الصدر ونبط ونعمل طبعا. الوصفه بتاعه الكوردون بلو هتنزل معانا برده، المقادير بتاعتها علشان اللي عايز يتابع معانا بقى. يلا بينا. بتبدا ازاي بقى يا شيف؟ ببدا اول حاجه بجيب الصدر، صدر الفراخ خلاص غسلته بخل وملح ودقيق بحيث الزفاره الكوردون بلو دلوقتي برضو معانا على المكونات بتاعته على الهواء عشان تتابعوا معانا. هي صدور فراخ و2 سلايز جبنه امريكان و30 جرام جبنه موتزاريلا و30 جرام سموك ترك و30 سموك بيف او واحد من الاثنين اللي حابب كده اللي حابب. صح كده؟ بس وملح وفلفل ابيض وفلفل اسود والدقيق والزيت بتاعي. تمام. النهارده تكه برضو، ان معظم الناس بيعملوه ببصمات، النهارده مدين له تكه ان هي الدقيق بيشتغل بدل البصمات. حاجه هتعجبكم كريسبي، حاجه زي الكلاب زي الكانتري. طيب. حاجه هتعجبكم. يلا جربوا عشان خلاص جوعنا بقى. أيوة يلا حاسس بيكم برضه. اقول يعني انا هبوظ لك الرجيم النهارده بس ما فيش مشكله بقى. لو في لو طرمه كوردون بلو خلاص ما عنديش مشكله. انا بس عاملين لك يعني برضه سلطه روكا هتضيع حاجه تنفع حاجه يبقى في معادله النهارده ان شاء الله. وبالنسبه للمكرونه بقى، المكرونه ان شاء الله بينا وايت بصوص وايت. بصوص وايت عاملينه بطريقه سهله خالص وبسيطه بحيث الكل يعرف يعملها والكل يعرف يشتغلها وطعمها هيبقى انتوا اللي هتحكموا على طعمها ان شاء الله باذن الله. طب الكوردون بلو ابدا بقى فيه. المفروض هو ايه بتفرده؟ المفروض ان انا بكياس مناديل تمام، ببطه بالهامر تمام. تمام. بيتفرد زي ما حضرتك بعت لك الفيديو. تمام تمام. بفرده بيطلع معايا مربع تمام. بحشي بقى، بحط السموك بيف حاجات الحشو بتاعتنا بقى. السموك بيف الجبنه السلايز الموتزاريلا وبقفله زي ما بيطلع. نعمله عملي بقى. بيطلع بنفس ال اوكي تمام. بيطلع بنفس الشكل. يعني بتقفل نظام جراب كده. تمام تمام. يعني هو ده الكوردون بلو كده؟ ده هو الكوردون بلو. يا نهار ابيض، ده غير اللي انا عملته خالص. في كذا طريقه ليها. كذا طريقه هنا ممكن نفتح طب نفتح من هنا كده. ممكن تعمل طريقه ثانيه ليه؟
ده بحيث ان هو لازم ياخد الاول يتمط وبعد كده يتحشى وتبدا تقفله عشان نفرده ونحط فيه الحشو. دي طريقه ثانيه، دي طريقه ثانيه خالص ممكن مختلفه. زي ما هو سليم كده، بدوب السكينه بقى بتفتحها كده، بفتحها كده زي ما بتفتح فيه من جوه. تمام تمام يا شيخ. بدله رشه فلفل اسمر. تمام. ما بيعوز ان هو يتحط فيه التتبيله او يقعد فيه. ما هو بيبقى تتبيلته على طول، صح يا شيف؟ صح. ما هي دي، هي دي التتبيله. طبعا عارفه. طبعا. لا 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 ايه ده؟ طبعا يا ابني بتتكلم في خبره. ساعات بقى انا ببدله تكه كده، بدله شويه مارينيشن ان هو يقعد فيهم نص ساعه ساعه. يضيع زفاره. اوكي. يضيع. تمام. بس احنا كده الصدر بتاعنا، احنا عامه ان احنا حطينا ملح وفلفل اسود، ونحط فلفل ابيض وسنه جوزه الطيبه كده تضيع الزفاره. تمام. اوكي. تمام. سنه ملح. شويه ملح. يعني نحط التوابل على الصدر زي ما هو، ممكن يجيب صدر سليم. تمام. وبنفتحه وبنتبله التتبيله بتاعته. التتبيله الطبيعي. تمام ماشي. بعد كده بنجيب السموك تورك. تمام. طيب. معانا بقى الناس بتشاركنا في موضوعنا النهارده، معانا اتصال تليفوني. استاذه سمر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. الو. الو. أيوة. سامعيني؟ سامعيني. اتفضلي. انا بس ولكن عايز بس كان عندي سؤال للشيف. اتفضلي. شيف ابو المجد معاك. مع حضرتك. اتفضلي. ازيك يا شيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام والله، الحمد لله. الله ينور والله. الله يخليك، تسلمي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده ان شاء الله. اكيد طبعا، ربنا يحسن ما بين ايديك. الله يخليكي. تسلمي تسلمي. انا بس كان عندي سؤال. انا بعمل يا شيف الكريم شانتيه فبيسيح مني. الكريم شانتيه فبيسيح مني. فبيسيح، مش عارفه اعمله ازاي. تمام. ممكن ميه ساقعه نضربه، نفكه بميه ساقعه، ولما نفكه واحده واحده، ما نديلوش ميه كتير. نحكم ميه ساقعه وما نديلوش ميه كتير، وبعد كده بنشمعه شويه في الثلاجه في التبريد. تمام تمام. يعني واح شويه شويه من الميه المتلجه، ما تبقاش كله مره واحده. احنا بنحس بلزوجته كده معانا. تمام. شكرا ليك يا استاذ عمر. شكرا. عبده بقى، احنا النهارده كنا بنتكلم. اتفضل انت شيف، اشتغل في وصفتك وانت اشركنا ان شاء الله في الموضوع. كنا بنتكلم النهارده عن علاقه الاباء بالابناء. طبعا احنا الفتره الاخيره دي يعني شفنا وسمعنا حاجات كتير حصلت مش كويسه للاطفال وللشباب يا عبدو. تمام. شفنا وسمعنا اخبار كتيره مش حلوه، زي الاخبار الانتحار والفتره اللي حصلت الاخيره دي، اللي كلنا حزننا، كلنا زعلنا على الكام شاب والبنت اللي حصل لهم كده. فاحنا النهارده من خلال بيتنا جايين نقول ازاي تكونوا قريبين من اولادكم، ازاي تحافظوا على بيتكم واولادكم، ازاي ان كل لو انت حضرتك او حضرتك قعدت او قعدتي مع بنتك كل يوم بليل لو شويه صغيرين بس تتكلمي معاهم، ما تخليهمش يخبوا عنكم اي حاجه، حاولوا تعرفوا منهم كل حاجه، ما تخليهمش يكون كل اسرارهم مع اصدقائهم، لان احنا برضو مهما كان قريبين من اولادنا مش هنعرف اصدقاء اولادنا دول يعرفوا هل هم كويسين قوي ولا لا. هو ده معروف للناس، ان احنا فعلا لازم يقعدوا ولازم يكونوا موجودين مع بعض، لازم يبقى في حوار اسري بيحصل، لكن نقدر نقول او عايزين نتكلم ايه المشاكل اللي خلت الاباء والابناء بعيد، يعني الفكر بقى بعاد عن بعض، وليه بقوا بعاد عن بعض، وليه ما بيقعدوش معاهم، ايه اللي بيحصل. عايزين نعرف دلوقتي، زمان الاباء كانوا قريبين قوي من اولادهم، كانوا عارفين كل حاجه عنهم، ايه المشكله اللي حصلت خلت الاباء بعدوا والابناء كمان بعدوا؟ فده اللي هنشاركه برضو معاكم. بص يا عبدو، حتى نشارك الناس معانا يعني مهما كان، حتى ايا كان المشاكل، بس اللي احنا عاوزين نوصله للناس ان هم يكونوا قريبين من اولادهم. ايه المشكله حتى لو حضرتك او حد بتشتغلوا وراجعين طول اليوم تعبانين ومش قادرين، بس خلوا من وقتكم لاولادكم، خلوا حتى لو كل يوم اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه قبل حضرتك ما تنامي او قبل حضرتك ما تنام، اقعدي مع بنتك، اقعد مع ابنك، اقعدوا تتكلموا معاهم. يعني ايه اللي يوصل شاب انه ينتحر يا عبدو، ويحصل اللي احنا سمعنا عنه، اللي احنا قلوبنا اتوجعت عليهم، ايه اللي يخليه يوصل للمرحله دي؟ هي اكيد برضه في جزء كبير جدا عن التربيه اللي هي الاسريه والتربيه الدينيه،
فده مفتقدينه، في مشكله او فجوه حاصله ما بين الاباء والابناء. ده هنرجع له تاني، بس نرجع للشيف نشوف عمل ايه، عملنا ايه يا شيف. كنت عايز اقول لحضرتك برضو ان موضوع السوشيال ميديا وموضوع التليفون بالظبط اثر اثر قوي يعني. ده نقطه كنت هتكلم فيها على فعلا السوشيال ميديا يعني. كان الاول زمان كنا نقعد مع بعض، دلوقتي كل واحد لوحده في تليفون. للاسف حتى احنا لو اتجمعنا يا شيف برضه بتلاقي كل واحد فينا قاعد على السوشيال ميديا، بقى الفيسبوك وعلى الواتساب ومش عارفه ايه، وكل واحد في الدنيا الثانيه خالص يعني. صح. والبعد عن ربنا كمان يعني بالظبط. وطبعا البعد عن ربنا ده شيء طبعا، التربيه الدينيه طبعا برضه تكون لها سبب. بس نرجع ونشوف الاول عملنا ايه كده يا شيف ونكمل الكوردون بلو الطريقه دي. احنا حشينا الصدر، فتحناه زي ما احنا ورينا لحضرتك. تمام. حشيناه سموك بيف وسموك تركي وجبنا شيدر امريكان. تمام تمام. بعد كده نزلناه في حاجه اسمها طنبوره. طنبوره لبن. ايه طنبوره؟ لبن. لبن وبيضه. وبيضه. فلفل اسمر. وفلفل اسمر. سنه كده بتضيع اللي هي الزفره. تمام. وسنه فلفل ابيض. وفلفل ابيض. تمام. هنحطه فيها وبعد كده خدناه من التتبيله. تمام. بننزله هنا الدقيق. الدقيق. الدقيق عادي ما عليهوش اي حاجه كده. لا الدقيق متبل برضه. متبل برضه؟ اه. متبل بيه يا شيف. نعم. متبل عليه ايه؟ متبل نفس التتبيله بتاعت البيض. بتاعت سنه فلفل ابيض، سنه جوزه الطيبه، سنه فلفل اسمر وفلفل ابيض وملح. ولا فيش ملح؟ دي كده الطريقه الثانيه. في ملح لازم يكون في ملح. دي الطريقه الثانيه. تمام. ده هتنزل كده برضو ليه في الزيت. هتنزل الزيت. هي دي طريقه ثانيه يا عبده كشكل، لكن هي متبله نفس التتبيله ونفس الحشو. نفس التتبيله ونفس كل حاجه يعني. في طريقتين اللي حابب في كذا طريقه للكوردون بلو، مش طريقه مش طريقتين بس، في كذا طريقه كذا طريقه. لكن اللي عملناهم مع بعض النهارده ان هم الطريقتين دول، واحده اللي هي بتعمل ستريتش ليه وتبدا تحشيه وتطبقه. تمام. دي اللي هي وده وده اللي هو بنفتحه من الجنب كده ونحشيه سموك بيف سموك ترك زي ما احنا قلنا لحضرتك. تمام. المكرونه بتاعتنا بقى ايه اخبارها؟ المكرونه خلاص هي على وشك. تمام. نبدا برضو ايه عبل ما كوردون بلو يتقلي، نبدا ننزل بالمقادير بتاعتنا بتاعت المكرونه البنه. تمام. ونبدا نشوف مقاديرها ايه وبتتعمل ازاي. دي بالوايت صوص. الوايت صوص. بالوايت صوص. تمام. تمام. هننزل بالمقادير وهتبقى معانا دلوقتي. مقادير عباره عن رص. احنا حطينا كده في الزيت ولا لسه بدانا؟ لا لسه ما بدأناش، مستني بس الزيت يوصل لدرجة حرارة 150 درجة، يسخن شوية وبعد كده. لازم يكون الزيت سخن، مش ولا سخن قوي ولا عالي قوي ولا هادي قوي، في المتوسط يعني. في المتوسط عشان الحاجة تستوي من جوه وتبقى مقرمشة برضه في نفس الوقت. المقادير المكرونة البنة الوايت معانا دلوقتي على الشاشة. قول يا عبد. نص لتر لبن. انا اقول يا عبد. نص لتر لبن و30 جرام دقيق. برافو. ايه يا عبد في ايه يا ابني؟ هو احنا في نفس ايديا ولا ايه؟ ومعلقة كبيرة كريمة طبخ ورشة زعتر ورشة فلفل أبيض ومكعب ماجي باودر ومعلقة صغيرة توم فريش ومعلقة صغيرة زبدة. تمام. شاطرة. 10 من 10 ونجمتين. ميرسي. على العزة الثالثة. أستاذ عبد الرحمن بيقول إن أنت ما بتعرفيش تعملي حاجة يعني، أمال ما أنت إيه ده بقى؟ لا لا لا. شفت بسببك، شفت يا عبدو شيف، شفت الشيف. ما هو ما بيشوفوش اللي أنا بشوفه. والله. ولا بيدوق اللي أنا بدوقه. صح، يبقى هو أدرى بقى. على فكرة شوف أنا بعرف أطبخ كويس، بس هو اللي طلعني كده عامل إيه؟ أنا هو ضد أعداء النجاح. ضد أعداء. برافو عليك والله. تمام ميرسي. احنا كده الكورونا بتستلقى ايه معانا؟ طيب معانا اتصال تليفوني محمد من الغربيه. الو. الو. ايوه. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ايوه يا شباب. ايوه اتفضل. اتفضل بس محمد. ايوه تمام. اتفضل. شيف جوده منورنا على التلفزيون. اي شيف جوده معايا. شيف محمد حبيبي. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله الحمد لله. محمد انور معاك على فكره. محمد انور حبيبي ابو نسا. حبيبي. حبيبي عامل ايه؟ حبيبي ابو محمد. نار الدنيا والله. الله يخليك حبيب قلبي، تسلم. حبيبي تسلم ايدك والله. الله يخليك حبيبي، تسلم. حبيبي ربنا يسعدك. شيف محمد حبيبي تسلم. شيف محمد بقى نحب نسالك عن موضوعنا النهارده اللي شيف محمد متالق في الزلابيا. شيف محمد طب يجي لنا حلقه يعملنا زلابيا. نورنا بقى، انت عامل لنا زلابيا ان شاء الله يا شيف محمد. ان شاء الله ان شاء الله تكون معانا باذن الله. حابين بس نعرف منك ونسالك علاقتك ايه بوالدك والدتك، ولو انت متجوز وعندك اولاد علاقتك ايه بوالدك؟ على فكره بيشتكوا منه قوي يعني. بيشتكوا منه؟ بسبب التليفون برضه. بسبب التليفون، طب نعرف بقى الشكوى ايه؟ ايه المشكله معاك؟ لا والله ابدا ولا شكوى ولا حاجه.
يعني بتعرف تقعد مع الوالد وتتفاهم معاه، ولا حاسس ان في بعد في الفكر فما بتقعدش معاه، ولا بالعكس؟ بالعكس خالص والله، فكره انتقال يعني. محمد محترم، محمد محترم من الشخصيات المحترمه، هو يبقى نسيبي محمد. الله يخليك ربنا يخليك من بعض. تمام يا استاذ محمد، نورتنا باتصالك يا فندم. طيب نرجع بقى للشيف، احنا دلوقتي الكوردون بلو في الزيت ولا لسه؟ لا لسه ما لسه. اوكي المكرونه بتسلق معانا؟ المكرونه خلاص قربت على وش براحتها خالص، خليها براحتها مش مشكله. تمام يا شيف، المكرونه اهو، المكرونه لسه بتسلق اهو، الزيت لسه بيسخن. تمام، احنا عبل بقى ما ايه نظبط والشيف يجهز الوصفات بتاعته. هنخرج فاصل نستقبل اول ضيف معانا. طيب ونشوف، هنخرج فاصل، استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وللاسف شيما مصره تقعد جنبي على فكره، والله العظيم ما حصل تقعد جنبي على فكره، بالعكس انا اللي بقول لك ما تقعدش جنبي، كانت قاعده لا بعيد ما حصلش ولا لا مفيش على فكره فايده، لازم لا. تيجي عايزه اقعد على جنبك على فكره، انا مين ده يعني نقعد بعيد عن بعض ليه؟ كل مره بنقعد جنب بعض مفيش فايده، عايزه تيجي تقعد جنبي، ومن ساعتها قاعد ازيح فيها، لا اقعدي بعيد شويه على فكره ما حصلش. طب على فكره ثانيه بقى ثانيه، والله الكلام ده ما حصلش، انا اللي ما كنتش عايزه اقعد جنبي وعمال اقول له لو سمحت لو سمحت. هي دي العلاقات الزوجيه، شايفين العلاقه مالها؟ ما انا خلاص زهقانه منك في البيت، ارجع لي هنا. ما ينفعش كده، لازم نرحب بالضيف معانا. والله انت تسأل نفسك، انت اللي قاعده تتكلمي كتير. هلا منوراني يا حبيبتي والله. انت يا شيمي وربنا يخليكي يا حبيبتي. احنا معانا حبيبه قلبي، معانا استاذه هالة شيمي، خبيره العنايه بالشعر وصاحب السنتر بروتينا. حبيبه قلبي منوراني النهارده والله. اهلا بيكي، مبسوطه ان انت معايا النهارده يا هالة. اهلا بيك يا استاذه هالة، منورانا في بيت عبده وشيبه. لا مفيش خلاص بقى. يعني بص الفقره دي بقى انت مالكش دعوه بيها خالص، يعني انت خليك مع الشيف وركز معاه بيعمل ايه، يمكن عسى ان شاء الله في يوم من الايام يعني انت تفهم حاجه وتساعدني في اي حاجه. مين؟ اتمنى مش لاقي حاجه كلها ولا لاقي حاجه اعملها، اعمل ايه؟ طب بجيب كل مره يعني شيف وشيف مختلف علشان نشوف اي حاجه جديده. معلش معلش نصيبك يعني اسمتك. نصيبي واسمك. هالة ممكن اركز لو سمحت؟ ممكن بعد اذنك. طيب زي ما قلت احنا معانا هالة شيمي، خبيره العنايه بالشعر وصاحبه سنتر بروتينا. هالة خلينا في الاول، انت منورانا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي، ده نورك والله. ميرسي يا حبيبتي. عايزين نعرف منك بقى، في كتير من البنات بيعانوا من سقوط الشعر، فايه الاسباب اللي بتخلي البنت شعرها بيحصل له تساقط؟ طبعا التساقط ده ليه اسباب كتيره جدا، يعني في اسباب طبعا بتبقى سوء تغذيه، دايما سوء التغذيه بيؤدي للتساقط، يعني لو عندها انيميا طبعا بيؤدي للتساقط. حاجه كتير، حاجه جامده قوي ما ناخدش بالنا منها، الدايت. الدايت اكتر حاجه بتؤدي للتساقط. طب ليه الدايت بيسبب تساقط؟ لو دايت ما فيش فيه اشراف طبي، لازم ما بتاخدش فيتامين، بالتالي الفيتامين بتقل، بالتالي بصيله الشعر بتضعف، فبيحصل تساقط. فلازم نهتم لو احنا بنعمل دايت ان احنا نهتم ان احنا نعوض ده بفيتامينات، ولازم يبقى في تحت اشراف طبي طبعا. كويس، حلو جدا. طبعا التساقط ان احنا لو ما حافظناش على طراوه الشعرايه، الشعرايه بتنشف مننا، فاحنا بنسرح شعرنا تقوم تتقطم، يحصل تساقط. فاحنا المفروض ان احنا اهم حاجه نحاول نحافظ على ان الشعر بتاعنا يبقى فيه طراوه لامعه او طري، دي اهم حاجه ان احنا عشان نخلي الشعر ما يتساقطش، او على الاقل حتى نحافظ ان هو التساقط ده يقل. ايوه بالظبط كده. طيب قبل ما نكمل يا شيمه وناخد من استاذه هالة يعني بقيه المعلومات القيمه عن الشعر ده كله، عايزين نعرف عن موضوع حلقتنا يا استاذه هالة النهارده، اللي هو علاقه الاباء بالابناء. يعني علاقتك الاول مع والدك ووالدتك كانت عامله ايه، وكانت العلاقه شكلها ايه، وعلاقه حضرتك عندك اولاد؟ عندي. علاقتك باولادك كمان دلوقتي عامله ايه، وايه اللي اختلف من زمان للنهارده؟ كلها طبعا الدنيا اختلفت تماما. يعني عوامل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها طبعا بقت مخليه الاطفال ما عادوش مرتبطين ما عادش فيه الاسره زي زمان، اللي هو قاعدين كلنا مع بعض وكلنا قاعدين مع بعض، لا كل واحد بقى ماسك جهاز وقاعد عليه، وبقى فين فعلا بقى في تقريبا خلينا نقول ان السوشيال ميديا اثر بطريقه سلبيه علينا جامد جدا علينا، او التعامل معاه بطريقه مش صحيحه هي اثرت علينا بالسلب. صح كده، تمام. طيب هو العلاقه زمان علاقتك ما بين والدك ووالدتك كانت شكلها ايه؟ كانت افضل من كده؟ كان في حوار، ولا احنا اللي فقدنا اسلوب الحوار ما بيننا وبين اولادنا؟ زمان لما كنا من غير تكنولوجي طبعا كانت افضل بكتير، كان اي حاجه بنيجي نسال بابا
او ماما بنسالها على اي معلومه. الوقت هو بيعمل سيرش على جوجل بياخد اي معلومه من على النت، فخلاص ما عادش محتاج ان هو يقول ماما ده ايه وده ايه وده ايه، هو خلاص اوريدي المعلومه موجوده قدامه اساسا. طيب بما ان السوشيال ميديا برضو يا عبد الله اثر سلبي علينا، خلينا برضو يا جماعه انتم مع اولادكم لازم يكون في رقابه يا هاله، لازم تكون واخده بالك بنتك او ابنك على جروبات ايه وعلى بيتشات ايه، عشان احنا مؤخرا سمعنا ان بسبب الناس الشباب اللي انتحروا كانوا على جروبات يعني والالعاب مش اللي كانت طلعت كويسه. فعلا فاحنا لازم اللي خدت الاطفال والجهه الثانيه لازم في رقابه كويسه جدا وجامده جدا على اولادنا، ولازم نحافظ على اولادنا. نرجع تاني يا هاله حبيبتي، عايزه اعرف منك بقى العادات الخاطئه اللي هي بتتبعها السيدات وفي العنايه بشعرهم. إيه في عادات كتيرة جدا جدا، حاجة بصراحة أنا بزعل منها جدا. الواحدة تدخل تاخد شاور تقولي أنا ما حسش إن أنا أخدت شاور غير لما أغسل شعري بالشامبو كتير جدا، كل شاور تاخد شامبو شامبو شامبو. على فكرة الشامبو ده مش كويس للشعر، كتره مش كويس. الشامبو ده بيؤدي لجفاف الشعراية، كتره يخلي المادة الدهنية اللي ربنا بيفرزها طبيعية في الشعر بتروح، فبالتالي الشعراية هتجف، بعد ما هتجف هتحصل تساقط اللي احنا قلنا عليه من شويه. فالمفروض ان احنا ما بنستخدمش الشامبوهات كتير. الشامبو ده عشان ننظف الشعر كل اسبوع مره. طبعا اهم حاجه برده تاني حاجه ان احنا لازم نحافظ على طراوه الشعر، نستخدم حمات كريم، نستخدم بلسم. العادات السيئه برده اللي بيعملوها ان هم بيحطوا حمام الكريم والبلسم على فروه الراس. طبعا حمام الكريم والبلسم ده وظيفته الشعرايه بس، ملهاش اي علاقه بالفروه. لو احنا حطيناه على الفروه هيعمل قشره، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو هيدوب البصيله قوي، هيخليها طريه قوي، فبالتالي لما نيجي نسرحه والشعر مبلول الشعرايه هتقع. فاحنا المفروض ان حمام الكريم والبلسم يتحطوا على الشعر فقط، ملوش اي علاقه جداً خالص بالفرو. على فكره المعلومات دي احنا كلنا للاسف يعني بالظبط في غفله عنها، احنا ما بنعرفش كل الحاجات دي. متخيلين عشان شعرنا ينضف ويبقى تمام نحط شامبو وشويه بلسم كريم كله مع بعضه؟ حمام كريم خلص لسه جايبه. أيوة. حمام كريم خلص لسه جايبه. انا عارف انا الحكايه دي كويس. معلش وبصراحه اهم حاجه حمام كريم طبعا عشان يدي طراوه للشعر. طول ما الشعرايه طريه، طول ما الشعرايه معاكي صحيه، فهو اهم حاجه عندنا ان طبعا ان احنا نحافظ على طراوه الشعر. طبعا بعد كده طبعا التغذيه السليمه زي ما قلنا، فيتامين سي فيتامين دي مهمين جدا للشعر جدا وللبشره كمان. اعتقد البشره والشعر مهمين جدا يعني بيدوا لوك حلو للشعرايه، بيخلوا الشعرايه شكلها متغذي بتلمع. الحاجات دي كلها بتفيد جدا يعني. اكيد احنا نرجع للشيف ام المجد نشوفه عامل معانا ايه. يا شيف ايه الاخبار؟ يعني لازم ادوق الاكل ده. احنا معاك، ايه الاخبار؟ احنا مش ناسيكم كمان، عاملين سلطه الجرجير اكيد. سلطه جرجير لذيذه جدا للشعر. بص هو قال لي ايه؟ قال لي عشان استاذه هاله احنا نعمل النهارده السلطه. فعلا فعلا جرجير مفيد جدا للشعر. وعين الجمل وافوكادو والمشروم وجبنه روكفورد وفراوله. طيب بالنسبه للوصفه بتاعتنا كوردون بلو ايه الاخبار؟ تمام في الزيت شغال تمام. تمام 10 على 10 تمام. تمام بالنسبه بقى المكرونه البنا الوايت صوص ما قلناش احنا هنعمل فيها ايه بعد ما تكون اتسلقت البنا الوايت. احنا قربنا خلاص اهو. اول حاجه حطينا نص لتر اللبن. تمام تمام. حطيت فص توم سليم زي ما هو. فص توم سليم مع ماجي مكعب. مع مكعب ماجي تمام. مرق تمام. خلاص دوبت فيه، نزلت بكوبايه او معلقه معلقتين كبار كريمه لبني. تمام طه وتمام زي ما انت شايفه. بتستنى لما يتقل؟ بيستنى لغايه لما يتجانس خالص، يديني الصوص اللي انا عايزه، بعد كده بنزل بالبنه الوايت. بالبنه الوايت كده خلاص كده تبقى البنه جاهزه. طيب عامل ايه؟ انا ايه فلفل ابيض وماجي. فلفل ابيض وماجي تمام. ورشه بسيطه زعتر. زعتر فريش مفيد برضو اكيد لكل حاجه. كل حاجه مفيده في الطبيعه. تمام. طب في اتصال تليفوني جاي لك يا شيف وعايزك تقول الو وتعرف مين معاك. الو السلام عليكم. مساء الخير يا باشا. حبيبي سلام. مين معايا يا شيف؟ الحمد لله تمام. مين معايا؟ خالد فؤاد يا حبيبي. حبيبي خالد حبيبي. الحمد لله يا مشرفني ومشرف الدنيا بحالها يا حبيبي. الله يخليك. الله يخليك يا خالد. تسلم ابو احمد. تسلم يا منور الاستوديو يا الله يخليك يا خالد. تسلم. الله يديك طول العمر يا رب. امين يا رب. امين يا رب.
ابن اختي وجوز بنتي يا غالي. الله يخليك يا خالد، الله يخليك. يوم شرف، يوم شرفني في لازم العائله كلهم حب. دي شايفه العلاقه برضو الطيبه اللي موجوده ما بين الاسره اللي في كذا. المجد يا غالي. تسلم يا خالد، تسلم ابو احمد، تسلم. شكرا ليك، شكرا جدا. شكرا لك. طيب شيف، على ما نجهز بقى الوصفات بتاعتنا هرجع لاستاذه هاله وبعدين نرجع لك تاني. مفيش اي مشاكل. طيب هاله، عايزين نعرف بقى طريقه العنايه بالشعر وازاي انا اعتني بشعري. ما هو الاعتناء بالشعر اللي احنا قلناه برضو من شويه، اللي هو ان احنا نحافظ على ترطيبه، ناخد فيتامين كويس، ان احنا ما نغسلش بشامبو كتير، طبعا ان احنا نهتم بشعرنا طبعا حمامات زيت، حمامات زيوت طبعا، حمامات زيوت حلوه جدا، زيت الارجان، زيت الجوجوبا، زيت جنين القمح، زيت اللوز، الحاجات اللي هي طبيعيه. حدي كلها بتغذي الشعر حلوه جدا، وبتساعد على فكره على نموه، وبتساعد ان هو يطول. طبعا الحاجات دي كلها حلوه جدا للشعر. واحنا دايما بنقولها في السنتر بتاعي، ان انا دايما بقول لهم لازم تعملوا حمامات زيت اقل حاجه مره في الشهر. احنا كمان معانا صور وبدايه مخرجنا المخرج الجميل بقى يحضرها لنا، يجهزها لنا عشان نعرضها قدام حضراتكم. طيب هاله، لو اتكلمنا بقى عن الجزء البروتين. تمام. في بنات او في بعض السيدات وده جزء كبير منهم بيعانوا من تساقط الشعر بعد البروتين. فعلا. فكلمينا احنا طيب يعني الاول معانا الصور كده بدات تظهر. دي الصور بتاعه السنتر عند حضرتك. السنتر اسمه ايه؟ بروتينا. 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 ده شكل السنتر من جوه؟ ده شكل السنتر بتاعي من جوه. تمام. ده قبل وبعد؟ ده قبل وبعد. بالبروتين ولا جلسه ترميم؟ جلسه ترميم. ترميم للشعر. ترميم الشعر. اللي بعدها دي جلسه بروتين. تمام. الترميم بيبقى دايما ده اللوجو بتاع المحل، ده لوجو والعنوان. والعنوان. العنوان فين بقى بالظبط؟ كورنيش النيل، ده اليافطه من بره. تمام. دي كانت صبغه فري امونيا. والعنوان معانا على الشاشه برده، اللي حابب يعرف عنوان المركز بتاع بروتينا للعنايه بالشعر والبشره. صبغه فري امونيا ما فيش فيها امونيا عشان ما بتضرش الشعر. لان انا ما بعملش اي صبغات بتضر الشعر، طبعا المركز مركز علاج، فما ينفعش نعمل اي حاجه بتضر الشعر. فكل حتى الصبغات اللي عندي كلها يعني صبغات زيرو امونيا. ده في صبغات، في الوان، وفي كذا حاجه في المركز. ايوه بس حاجات معينه يعني، مش ما فيش فيها سحب لون والحاجات. طيب كنا بنتكلم عن البروتين، وان في بعض السيدات بيشتكوا من تساقط الشعر بعد البروتين، فعايزين نعرف من خلالك يا هاله ايه اسباب تساقط الشعر بعد البروتين. اسباب تساقط الشعر بعد البروتين، هو الناس كتير بتتكلم ان البروتين بيوقع الشعر ومشكله، وناس اخذ سمعه مش كويسه خالص. ده على فكره ما هوش من البروتين نفسه، البروتين نفسه مش حاجه وحشه. البروتين ده علاج يعني، هو في ماده بتعالج التقصيف وبتعالج الهيشان، يعني اختراع حلو جدا جدا. بس هو في ناس كتير دخلت فيه غلط، بقت بتطبقه غلط، بيطبقوه بطريقه مش صحيحه، ما تعلموش او ما درسوش طريقه تطبيق البروتين. فبيحطوا كميه بروتين كبيره جدا، وبعدين بيكبسوا مكوى كتيره جدا، بالتالي الكميه الكبيره دي بتتقل الشعرايه، فالشعرايه البصيله ما بتقدرش تشيل الشعرايه لما تتقل. الشعرايه يعني وزنها خفيف، هي ما تقدرش تشيل، البصيله ما تقدرش تشيل غير الوزن ده. فلما تتقلي عليها حمل اكتر، بالتالي الشعرايه لما تتقل البصيله هتاخد البصيله وهتقع. هو ده اللي بيؤدي لتساقط الشعر. لكن لو البروتين اتطبق صح، واتطبق بطريقه صح، اتحطت الكميه المناسبه على الشعرايه اللي هي المفروض انها محتاجاها، واتكبست مكوى اللي هم بالظبط على قد ما الشعرايه عايزه، مش نحرقها عشان خاطر ان احنا نطلع النتيجه واو يعني. لا بس البروتين ما بيضرش الشعر. يعني خلينا نقول ان اسباب تساقط الشعر بعد البروتين هو الطريقه، التطبيق الخطا. برافو عليك. تمام. التطبيق الخطا للبروتين. مش البروتين اللي وحش. في طبعا البروتين انواع كتير، وكل نوع شعر بيناسبه نوع بروتين برضو. دي حاجه برضو بنرجع لها. في ناس بيروحوا يشتروه مستحضر التجميل ويقوموا رايحين مطبقينه هم في البيت بالبيبي ليس، فاكرين ان هم كده وفروا. لا، هي دي مشكله برضو، ما ممكن النوع ده يكون شديد جدا على شعرك ما يستحملوش. طيب. فهي دي بس، المفروض الناس كلها يبقى عندهم استيعاب بالحته دي بس. ده يا ريت يعني. شيف ابو المجد برضو معانا، حبايبه كتير من الغربيه عايزين يكلموك يا شيف. ومعانا برضو اتصال من الغربيه ليك يا شيف، فنقول الو برضو وتشوف حبايبك كتير عايزين يسلموا عليك. الو حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الله يخليك يا باشا. الله يخليك. تسلم. تسلم حبيبي الغالي.
عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والله تسلم. يا رب دايما في تقدم كده يا رب. نورنا دايما. تعرفت بحضرتك كلهم. هو مين معانا يا عبد؟ طيب سيد معانا استاذ سيد. استاذ سيد مع كابتن سيد من رمضان. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك يا باشا؟ الحمد لله تمام والله. اهل بلدي وحبايبي طبعا. منورنا يا شيف دايما. الله يخليك. تسلم ليك استاذ سيد. تسلم ليك وسالك. شكرا ليك جدا. ميرسي لصالح حضرتك. ايه الاخبار؟ احنا وصلنا لايه؟ عشان حاسه ان هاله ما عادش عارفه تركز من ريحه الاكل. فعلا حصل والله. عايز اقوم ادوق. البنا الوايت خلاص كده. خلاص احنا كده فنشنا. انت فاتك كتير على فكره. لا لا انا معاك. انا جاي لك دلوقتي يا شيف. هتقلق كده. البنا خلاص جاهز زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد ما المصاص بتاعها تقل. لو سمحتوا انا عايز الطبق ده يجي لي هنا. اكيد طبعا لو سمحتوا. بس كده هنبوظ. مش مشكله حضرتك. انا اصلا ما قلتش عنه دايت. انا عادي النهارده. خلاص النهارده فري. النهارده فري. احنا هنعوضها. هو بص انا فهمكم يا جماعه. انا عامله دايت طول الاسبوع ما عدا يوم الاربعاء. يوم اربعاء فري. طب تمام. تمام كده. وانا عامل دايت طول الاسبوع ما عدا الاربعاء لان مفيش اكل. فانا غصب عني عامل دايت. ماشي ماشي ما شاء الله. لسه بقى نظبط ونحضر السلطه. لسه السلطه. السلطه والسلطه برضو مكونه من ايه وايه؟ هتبقى عباره عن ايه وايه؟ نقولها تاني. ومعانا مكوناتها برضو تنزل للناس اللي حابب يعمل السلطه بتاعتها. انا كرجيه السلطه كلها بسم الله ما شاء الله غذائيه جدا ومفيده جدا للشعر. مفيده جدا زي ما الاستاذه البشره والشعر. والفراوله برضو لها فوائد كتيره. والمشروم فريش وعين الجمل. طيب. جبنه الروكفود كل ده بيتخلط مع بعض ويتبل بشويه خل بلسمك. والوصفه حضرتك نزلتها. آه اوكي تمام يا شيف. طيب انا مجهز لنا السلطه الجميله دي بقى. نرجع للاستاذه هاله. والاستاذه هاله برضو لها حبايبها اللي عايزين يكلموها. يلا بقى. قولي الو بقى يا استاذه هاله كده وشوفي مين معانا. الو الو. ايوه كاميرا الكلام. ازي حضرتك يا مدام هاله؟ الحمد لله والله تمام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. انا من زباين السنتر عندك. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبه قلبي. يلا هلو بقى كده قولنا رايكم بقى في السنتر. منوره يا مدام هاله. منوره الدنيا كلها ومنوره الشاشه ومشرفانا ومنورانا والله. ربنا يخليكم ليا يا رب. انا بيكم والله ومن غيركم ولا حاجه. طول عمري هفضل اقولها انا ابني مصر. ايوه طبعا فينا ما نقدرش نتكلم عنه يعني. الحمد لله سمعت الاب في دمياط طبعا. ده واحد دمياط كلها. وانا من زباينك القدام جدا جدا كمان. والحمد لله يعني معامله ما فيش بعد كده. ما شاء الله بصراحه هاله يعني سمعتها سبقه ما شاء الله. الناس كلها بتحبها وفي ثقه في شغلهم. احلى كلام طبعا والله سمعته النهارده. ربنا يخليكي ليا يا رب. منورانا يا مدام هاله والله ومشرفانا دايما كده. ما تحرمش منك ابدا يا رب. ربنا يخليكي. ميرسي يا ميرسي على الاتصال الحلو ده. انا بيكم قلت ايه؟ قلتيني يا ستي. بصي انا حسيت ان انا بيكم من غير ولا حاجه. ده شعار. طيب طب ثواني بقى. ثواني عشان عشان ايه نكمل ايه الماتش. معانا استاذه اماني والاستاذه هاله برضو. اتصل تليفوني ثاني. الو 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 الو. يلا يا هاله. ايوه الو. مع حضرتك. مع حضرتك. واتس التلفزيون. الحمد لله. عامله ايه؟ انا اختك منمون. ازيك يا منمون انتي حبيبه قلبي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ طبعا انا مش قادره اقول لكم يعني. بصوا ما شاء الله هي احسن واحده بص في الدنيا دي كلها. بتعمل بروتين ما شاء الله. دمياط كلها مقلوبه عليها. ربنا يخليكي يا منمون. بجد هي الاول واحده عملت يعني ايه ترميم بالبروتين ويعني ايه ترميم اصلا ويعني ايه بجد تغذيه للشعر من الف للياء. بجد تعبت وكافحت من اول ما بدات في حاجه صغيره لغايه ما وصلت في سنتر كبير قوي في دمياط. ايه يا ربنا يا رب. بصي انا مش عارفه اتكلم من كتر ما انا فرحانه بجد. من بجد هعيط. الكلام الحلو ده يعني مش قادره اقول لك. اصلا مش عارفه اتصل من كتر المكالمات اللي بتتصل. وان شاء الله يا رب من نجاح لنجاح. ربنا يا رب يوفقك يا رب. ربنا يخليكي يا ماما يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. ينفع التاثيرات اللي بتحصل في البيت دي؟ حلوه قوي بجد. شفت البيت هنا ما شاء الله. خالي الشيف اتصل كنا نعيط. اختك اتصلت. احنا عندنا ترابط اسري كويس جدا.
الحمد لله. موضوع الحلقه الغور زي الفل. احنا حلوين بس برضو والله. لا برضو يا عبدو خلينا نختصر الموضوع ده في حاجه بسيطه خالص. برضو حافظوا على اولادكم، خلي بالكم من اولادكم، خلي في رقابه على اولادكم، قربوا من اولادكم، خليهم يحكوا لكم على كل حاجه، ما تخلوش يخبى عليكم اي حاجه خالص. يعني هيلا. لو جينا برضو الاستاذه هاله مع شغلك مدى كله بتلاقي وقت الاولاد تقعدي معاهم مخصصه لهم حاجه بتعملي لهم؟ بحاول والله على قد ما اقدر ان انا انزل نص يوم، يعني ده اللي بقدر اعمله ان انا انزل نص يوم، وبحاول ان اخد نظام اوردرات يعني. وده اللي بقدر اعمله يعني عشان برضو في الاخر تحافظي على عشان اقدر احافظ طبعا. ده الاساس يعني قبل اي حاجه اكيد طبعا. يعني. طبعا. طيب هلا كنا بنكمل كلامنا، فكنت عايز اعرف منك برضو سؤال يعني معروف جدا او ناس كتير جدا بتساله، هل البروتين معالج للشعر ولا لا؟ البروتين بيعالج التقصيف وبيعالج الهيشان، حلو جدا فقط لا غير، بيدينا نسبه فرد جميله طبيعيه وحلوه كل حاجه، بس فرد مؤقت تقريبا. فرد لا، هو بيفضل اوريدي موجود لحد الشعر الجديد ما بيطلع. اقصد مش دايم. اكيد مفيش حاجه دايمه. طيب في بنات كتيرة بقى بتسال عن جلسات الميزوثيرابي للبشره، ايه هو الميزوثيرابي للبشره؟ الميزوثيرابي ده حاجه تقنيه جديده نزلت في البشره، بس حلوه جدا جدا. يعني هي بتبقى عباره عن الميزوثيرابي ده اللي هي الماده الفعاله اللي بنبقى عايزين نحطها دايركت جوه البشره، زي الهالورونيك اسيد اللي بتدي نضاره للبشره، زي الاورجانيك سيليكا، زي في مواد كتير. يعني قاعدين بيكلموني كتير جدا في اتصالات جايه كتير الاستاذه هاله، مش عارف استقبل ايه ولا ايه. طب ناخد اتصال كمان وبعدين نرجع لك. اوكي الو يعني ده اتصال في يعني ايه في الجون. الو حماد استاذ. ايوه يا هلا. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ اهلا، ازيك يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، احلى اتصال والله. يا هلا، منوره يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. منوره بالتوفيق يا رب كده، ربنا يا رب يصلح حالك. دعواتك يا ماما والله، ودعواتك يا حبيبتي. بدعي لك، بدعي لك والله، ربنا يخليك، ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك. دي احلى حاجه واحلى مكالمه النهارده بقى. لكن مدام هاله دي مشهوره في دمياط. معروفه والله طنط، عارفين ما شاء الله عليها، اخذ المركز الاول في دمياط ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يخليك. ايه الكلام الحلو ده؟ بقول لك انا عايز هم يكملوا الحلقه، انا الحلقه دي متاثره بيها. يا رب يخليك يا ماما، ما تحرمش منك يا حبيبتي. طيب يلا بقى عشان نكمل الاتصالات، شكرا ليكي جدا لحضرتك والاتصال بتاعك والاتصال كمان الاستاذه هاله. يلا احنا مش هنكمل الحلقه هنا النهارده، انت ولا شيف يا ما شاء الله مكمل الاتصالات اللي معانا. الو الاتصال. الو الو الو. ايوه اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ممكن توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بس. طيب اوكي. الو سامعينك اتفضلي. ايوه يا هالة. اي حبيبي اتفضلي يا هالة. انا بسالت ومبسوطه قوي ان انت مشرفه دمياط كلها. ربنا يخليكي. طبعا انا شفت فيكي مجروحه، لان انا بتعامل معاكي من زمان جدا جدا. مش مجروحه ولا حاجه. جدا يا هاله، انت شرف لاي ست دمياطيه، مكافحه بجد. ربنا يخليكوا ليا يا رب، ربنا يخليكوا. والله كلامكم ده مش عارفه اقول ايه بجد. احبك قوي يا حبيبي. حبيبه قلبي يا بنت. ده في اتصالات كتيره جدا داخله علينا، دمياط كلها بتتصل. هناخد ناخد كمان الاتصال. طب بس عشان نكمل حلقتنا احنا كده عشان وقت الحلقه. اخر اتصال، اخر اتصال. يلا اخر اتصال. طب يلا بينا. اتفضل. الو الو. ايوه ايوه اتفضلي يا استاذه هاله معاكي. يلا هاله اتفضلي. ايه يا هاله، انا نوره. نوره ازيك يا نوره؟ بالله ازيك انت، وحشتيني. ايه الجمال ده حبيبتي يا نوره. طبعا عايزه اقول ان هاله احسن حد في الدنيا فعلا، في معامله وفي كل حاجه بصراحه. بجد بتحسسنا ان احنا مش شغالين معاها، لا ده احنا اصحاب مكان. ده التيم بتاعي يا ملاك. ايوه التيم معايا. انا اكتر من كده، بس هي بجد انسانه كويسه جدا ومحبوبه جدا، ومش عارف فيها ايه كمان والله. حبيبتي يا نوره، وصل لنا كل اللي انت عاوزه تقوليه والله. يا خليكي ليا يا نوره. شكرا ليكي على اتصالاتك والتليفونات، في اتصالات تليفونيه كتيره جدا 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 معانا، بس احنا عايزين نكمل لكم والله عشان نكمل حلقتنا، عشان نقدر نفيدكم ونفيد المشاهدين بكل معلومات لما معانا مع استاذه هاله الشيمي. بس نرجع للشيف يا هاله، نشوف عمل ايه كده. ايه الاخبار معانا يا شيف؟ خلاص السلطه خلاص جاهزه على الاكل. السلطه جاهزه حاجه الف هنا وشفا. وصفات شكلها واو. والكوردون بلو تمام، والبن وايت. انت هتقوموا بقى على لا انا هجي يعني شويه والله. يا
اكلت من غيري. بص كلنا جايين. احنا خلصنا الوصفات بتاعتنا، عملنا الكوردون بلو وعملناه بطريقتين كمان النهارده. عملنا بطريقتين، الطريقه الجراب المحشي، المحشي اللي هو مفتوح جراب، تمام، والطريقه الثانيه اللي هو الكوردون بلو اللي هو ملفوف، هو اللي هو ملفوف مربع، مربع تمام. وعملنا الوايت صوص، وعملنا البنة بالوايت صوص، حطينا زي ما احنا قلنا برضو فص الثوم مع سنة معلقة الزبدة، تمام، مع سنة زعتر في السوس، تمام، مع اللبن، نزلنا بالنص لتر لبن، حطينا ربطناه بالكريمة اللباني، بالدقيق والكريمة اللباني، والكريمة اللباني، تمام، زي ما انتم شايفين كده. تسلم ايدك والله. تسلم ايدك، تسلم ايدك. نرجع بقى عشان نلحق ناخد شوية أسئلة. طيب كنا بنتكلم على ميزو سيرابي، اوكي، للبشرة، فكملي كلامك بقى معايا. هو بس طريقه تطبيقه بتطبق بالديرما بن. الديرما بن دايما بتبقى جميله جدا لانها بتحفز الكولاجين الطبيعي اللي جوه البشره. يعني حتى لو عملناها من غير ميزو بتدي، بتحفز انتاج الكولاجين في البشره، فبالتالي بتخلي البشره على طول نضره. فانا انا بجد بقول لكل البنات لازم يعملوا جلسات الميزو دي من اول 30 سنه فما فوق، علشان تفضل بشرتك حلوه معاكي اطول فتره ممكنه. ما ينفعش تحت 30 سنه يعني؟ ينفع، بس انا بتكلم ان احنا بنبدا نعاني من موضوع البشره بعد ال 30، دايما بتلاقي البشره بتبدا ايه؟ في تبقى مرهقه وبيحصل حاجات كتير. ايوه بالظبط. فاحنا المفروض ان احنا نعمل جلسات الدرما دي جميله جدا وما فيش فيها اي اكس، ده هي مفيده جدا للبشره لانها بتحفز انتاج الكولاجين الطبيعي اللي جوه البشره. ولما بنحط هالورونيك اسيد وبنحط اورجانيك سيليكا، الحاجات دي بتدي نضاره للبشره حلوه جدا طبيعيه مفيش فيها اي اضرار نهائيا. تمام. طب لو جينا نتكلم بقى ان انا ازاي اعتني ببشرتي اعتناء يومي؟ طبعا اهم حاجه الترطيب، 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 ده مهم جدا في البشره. تاني حاجه شرب الميه كتير، يعني انا طبعا عن نفسي ما بشربش ميه خالص، دي مشكله جامده جدا، لكن هو المفروض اقل حاجه تاخد 2 لتر في اليوم ميه، يعني حلوه جدا الميه للبشره وللشعر على فكره برضو جدا. طبعا لازم يبقى في معانا غسول يومي يبقى حلو حسب طبعا نوع بشرتك، نوع البشره، بتغسلي بيه يوميا. طبعا بنبعد عن الصابونه اللي هي بتاعه الحوض دي خالص، مالناش دعوه بيها، لا دي اتكردت خلاص. استاذه هاله احنا وقتنا للاسف خلص خلاص، فانا حابه تدي رساله شكر لحد او حاجه توجه. اتفضلي. انا حابه اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، منهم جوزي ومنا اللي شغاله معايا واخواتي ومامتي وبابايا وحماتي وحماية كلهم، والله كل قرايبي كلهم، مش عايزه انسى حد عشان ما حدش يزعل. ربنا يخليكم ليا وحبايبي وكلكم، والله لولا وجودكم جنبي انا ما كنتش هبقى زي يعني زي ما انا دلوقتي اكيد. يعني هلا انت نورتيني النهارده، ربنا يخليكم يا رب معانا. ربنا يخليك. لك كلمه اخيره حابب تقولها؟ حابب اشكر بس اهلي واولاد بلدي، بشكرهم جدا، بشكر فريق عملي في المطعم معايا، الشيف سيد والشيف ايمن والشيف عاطف وكل الشيفات اللي موجوده معايا في العمل. بشكر اهلي وبشكر اولادي وبشكر زوجتي وكل ربنا يخليهم لك. نورتونا النهارده الشيف ابو المجد مصطفى واستاذه هاله الشيمي. شكرا ليكم. استنونا في حلقه جديده من برنامج بيت عبده سيما.